بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في جولة جديدة من السودان هذا المساء من قناة الشروق. نبدأ الجولة بالعناوين. هجوم لميليشيات إثيوبية في منطقة بركة بالقضارف واستشهاد قائد القوة السودانية. وزيراء المالية والعدل يؤكدان ضرورة إزالة السودان من قائمة الإرهاب. السفارة السودانية بالقاهرة تجتمع بشركات الطيران والباصات السفرية لتفويج العالقين. أهلا بكم. شهدت الحدود السودانية الأثيوبية بولاية القضارف توترا جديدا صباح اليوم، حيث توغلت قوة من الميليشيات الأثيوبية واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نورين وقرية الفرسان، وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين. وقد نجم عن التصدي للميليشيات استشهاد قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه في مستشفى دوكا عاصمة محلية القلابات الغربية، وجرح عدد من العسكريين والمدنيين. ونقلت وكالة السودان للأنباء وصول تعزيزات عسكرية عاجلة من عدة محاور في المنطقة للمعسكر في بركة نورين، حيث تم التصدي ومطاردة الفلول الأثيوبية لما وراء الحدود المشتركة. يذكر أن فترتي الإعداد للموسم الزراعي والحصاد تشهدان دائما اختراقات وتعديات متواصلة من الميليشيات الأثيوبية الخارجة عن سيطرة السلطات الأثيوبية بالمناطق الحدودية، والتي سبق وأن أعلنت رفضها وعدم التزامها بأي اتفاقيات من الجانب السوداني لاستقرار المنطقة. أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي تأثير وجود اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب على الاقتصاد وتمويل المانحين. وتحدث البدوي خلال جلسة إحاطة مغلقة حول الأوضاع في السودان لبعض لجان الكونغرس الأمريكي استضافها المركز الإفريقي بالمجلس الأطلسي بمدينة واشنطن عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وقال إن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية وتصب في مصلحة استقرار السودان سيعرقلها وجود اسم السودان في قائمة الإرهاب. وقدم البدوي بجانب وزير العدل نصر الدين عبد الباري شرحا حول التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة الانتقالية منذ تسلمها السلطة في سبتمبر 2019. وأشار عبد الباري في مداخلته حول الإصلاح القانوني والإصلاح في مجال حقوق الإنسان إلى جهود تحقيق السلام وتفكيك النظام البائد وضرورة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد قيام السودان بجهود لاستيفاء الشروط القانونية والسياسية للإزالة من القائمة كالتفاوض للتوصل إلى تسويات في قضايا الإرهاب المرفوعة ضد السودان. قال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعاشي إن زيارته لولاية شرق دارفور بغرض فتح حوار أساسي للسلام والوقوف على عملية التغيير والفترة الانتقالية بالولاية. وقال خلال لقائه قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية إنه لا بد من تغيير مفهوم الناس تجاه الدولة، من الدولة التي تنتظر التأييد إلى الدولة التي تمنح المواطنين حقوقهم وتقدم لهم الخدمات. وأشار التعايشي إلى أن سعي الحكومة لتكملة هياكل السلطة الانتقالية وترتيب الأولويات للبناء الذي يعبر الطريق الصحيح، بل يعتبر الطريق الصحيح لقيادة الدولة والتوافق مع متطلبات الثورة، مشددا على تسوية تاريخية لوقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة والوصول إلى سلام يوقف الحرب والتي دونها لا تستطيع أن ننفذ التنمية، لافتا إلى أن مناقشة مستوى الحكم أحد أولويات الحكومة في مؤتمر الحكم بعد توقيع السلام. وأضاف: لا نريد تكرار التجارب القديمة. من جانبه أكد وزير مجلس الوزراء عمر بشير مانيس ضرورة مراقبة أداء الجهاز التنفيذي بالمركز والولايات، وقال إن التغيير الحقيقي ولا عودة لقوى الظلام لمرة أخرى، مؤكدا أنه لا بد من تهيئة الأجواء لعملية السلام بالبلاد إضافة لتعزيز السلام المجتمعي لإحداث تغيير عميق بالولاية. أعلنت عضو مجلس السيادة عائشة موسى السعيد انتهاء التحقيق في مسبحة الأبيض التي راح ضحيتها نحو 5 طلاب وتقديم المتهمين للمحاكمة العادلة قريبا بمدينة الأبيض. وأوضحت خلال لقائها لجان المقاومة بمدينة الأبيض بحضور وزيرة الخارجية
ووالي شمال كردفان أن المحاكمة ستكون بحضور أسر الشهداء في قاعة كبرى مفتوحة للجميع. وأكدت عائشة التزام حكومة الفترة الانتقالية باستكمال مراحل الفترة الانتقالية بتعيين حكام الولايات، وعزت تأخير تعيين الولاة إلى ظروف المفاوضات الجارية الآن في جوبا. وأكدت عائشة التزام الحكومة في الفترة الانتقالية باستكمال مراحل الفترة الانتقالية بتعيين حكام الولايات. اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور على مبادرة الإدارة الأهلية للمساهمة في عمليات السلام السياسي والاجتماعي بولاية النيل الأزرق، مؤكدا دعم الحكومة لإرساء دعائم الاستقرار والتنمية بالولاية. وأشاد خلال لقائه قيادات الإدارة الأهلية بمختلف مكوناتها الاجتماعية، أشاد بدورها الكبير والفعال في تسريع عملية السلام والمحافظة على أمن وممتلكات المواطنين. إلى ذلك استعرض ناظر عموم قبائل النيل الأزرق المكة الفاتح عدلان الدور الذي تطلع به الإدارة الأهلية بالولاية، وفي مقدمته المحافظة على السلم الاجتماعي والاستقرار والتصدي لمحاولات زرع الفتن وزعزعة الاستقرار بجانب مهامها الإدارية والقضائية والاهتمام بقضايا المواطن، ودعا لإتاحة الفرصة لعقد لقاء مع الفرقاء للمساهمة في تقريب وجهات النظر تحقيقا للسلام والأمن الاجتماعي. استمعنا إلى تنوير من حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية حول الأوضاع الأمنية في الولاية استقرارها، وكذلك ترتيبات الموسم الزراعي والاستعداد بالنسبة له، استقرار الخدمات الضرورية بالنسبة للمواطنين، العمل على صيانة الطريق الرابط ما بين ولاية النيل الأزرق وولاية سنار إلى العاصمة، بعض الإشكالات المتعلقة بالسلم الاجتماعي ودور وجهود حكومة الولاية في احتواء بؤر التوترات والسيطرة عليها. اجتمع لقائم بالأعمال بالسفارة السودانية بالقاهرة بوفد من شركات الطيران تاركو وبدر وسودانير بغرض تفويج السودانيين العالقين بمصر. وعقد القائم بالأعمال بالسفارة اجتماعا آخر بوفد شركات الباصات السفرية، حيث تناول اللقاء سبل تفويج العالقين من القاهرة إلى السودان حسب توجيهات اللجنة العليا واللجنة الفنية المكونة في الخرطوم لإجلاء العالقين فورا عقب عطلة العيد على دفعات تحدد في الأيام القادمة. شكلت السفارة غرفة عمليات وغرفة طوارئ للتعامل مع الأزمة، وما زالت متواصلة حتى اليوم. حقيقة هذه الأزمة وصلت أوجها بتراكم العالقين في منطقة السباعية، حيث افترش الأرض والتحف السماء أكثر من 1200 شخص من العالقين في منطقة السباعية عند مدخل أسوان في طريقهم إلى السودان عبر المعابر البرية، وقد بغوا حوالي 21 يوما في ظروف غاية في الغسوة. وقد وجهت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان عبر وزارة الخارجية لإرجاعهم إلى القاهرة وإجراء اللازم تجاههم من سكن وإعاشة وعلاج وترتيب أمورهم حتى تهدأ الأوضاع ويتم ترتيب الداخل لدخولهم وإرجاعهم إلى السودان. أعلنت السلطات الصحية في السودان عن تسجيل 11 وفاة جديدة و200 إصابة بفيروس كوفيد-19 المستجد. وفقا لتقرير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، فقد سجلت الخرطوم 145، الجزيرة 7، شمال كردفان 3، القضارف 16، سنار 7، جنوب دارفور حالة واحدة، غرب دارفور 4، شمال دارفور 4، نهر النيل حالة واحدة، والنيل الأبيض 7، وشرق دارفور 3، وغرب كردفان حالة واحدة، ووسط دارفور حالة واحدة. وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السودان 4346 حالة، فيما تعافى 161 حالة وتوفي 11 شخص. وطالبت وزارة الصحة المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين واتباع آداب العطس والسعال. قرر اجتماع مشترك ضم لجنة أمن ولاية كسلا ولجنة الطوارئ الصحية للتصدي لجائحة كورونا برئاسة الوالي المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همة تمديد حالة الحظر الشامل بالولاية لأسبوعين إضافيين.
وأقر الاجتماع مد فترة السماح بالتسوق داخل الأحياء فقط حتى 12 منتصف النهار، وعدم السماح بالأسواق الرئيسية بفتحها في كل الولاية عدا محلات بيع الجملة لتموين دكاكين الأحياء والقرى بحاجيات المواطنين المعيشية الضرورية، مع عدم السماح ببيع القطاع من دكاكين الجملة، بجانب تزويد المركبات العاملة في توزيع مواد معاش الناس بالوقود اللازم من محطات محددة بواسطة الأجهزة المختصة. وقرر الاجتماع كذلك منع وسائل المواصلات العامة من الحركة وإلغاء كل الاستثناءات السابقة ومراجعتها، من تجديد، وذلك باستثناء العاملين في الحقل الصحي والمياه والكهرباء والإعلام. نفذت ولاية الخرطوم حملة نوعية منذ بدء سريان الحظر الصحي، قادها الفريق شرطة عز الدين الشيخ مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة عيسى آدم مدير دائرة الجنايات. وقال مدير الشرطة إنه جرى تطبيق استراتيجية جديدة دعما لنقاط الارتكاز بتسيير قوات جوالة محمولة على 70 متنوعة بمشاركة كل الفصائل، وهي الشرطة الأمنية والقوات الخاصة والعمليات والمباحث والأمن والمعلومات والاحتياط المركزي والنجدة والمرور. وقامت هذه القوات بالقبض على كاسري الحظر الصحي ومعتادي الإجرام ومداهمة أوكار الجريمة. وأكد أن التراخي في الحظر سيواجه بإجراءات صارمة، وأن المحاكم والنيابة جاهزة للقيام بمهمتها، ونبه المواطنين بتحمل المسؤولية كاملة في حالة وقوعهم في المخالفات. أعلنت المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض الدكتورة سارة لافينيا فتح الرحمن عن وصول فيروس كورونا مرحلة الانتشار المجتمعي بالولاية، وناشدت المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية لدرء جائحة كورونا. وقالت خلال مخاطبتها المؤتمر الصحفي الذي نظمته وكالة السوداني للأنباء بمركز التدريب المستمر بربك، إن وزارتها قامت بإرسال 72 عينة لمعمل ستاك بالخرطوم، وجاءت نتائج الفحص 21 نتيجة إيجابية و30 عينة نتيجة سلبية، ليصبح عدد الإصابات بفيروس كورونا بالولاية 21 حالة، من بينها 7 حالات لكوادر طبية، وأن عدد المتعافين بلغ 5 حالات والمتوفين حالتان بجميع محليات الولاية. وقال السارة إن محليات الدويم وأمريم توغولي لم تسجل أي حالة إصابة، كاشفة عن جاهزية مركز العزل بالولاية من حيث الأسرة وغرفة العناية المكثفة وأجهزة التنفس الصناعي والكوادر المؤهلة والمدربة. طبعا كلنا عارفين إنه الحالات زادت في النيل الأبيض زي ما زادت في باقي الولايات في السودان، والانتشار المجتمعي بقى معروف لدى الجميع إنه في انتشار مجتمعي كبير في كل الولايات وفي ولاية النيل الأبيض. الحالات عندنا إلى الآن عندنا 74 عينة، 74 مشتبه، شلنا 72 عينة اترسلت للاتحادية، 2 ما من الولاية عشان كده ما شلناهم، رجعوا الولايات الأخرى. 30 من ال 74 كانت سلبية، و 21 عندنا حالة موجبة وهي أسيا، جزء منها قاعد في الحجر المنزلي وجزء منها في العزل. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. وزير الثروة الحيوانية يقف على الاستعدادات للموسم الزراعي بولاية النيل الأزرق. أهلا بكم إلى جولة في أخبار العالم، حيث قال الجيش الأمريكي إن أفراد من الجيش الروسي نقلوا عبر طائرات ميج 29 وسوخي 24 إلى قاعدة جوية ليبية ترافقها طائرات روسية مقاتلة، مفصل الانتشار لقوات جوية قد يكون له أثر كبير على الحرب في ليبيا. وأضاف الجيش الأمريكي في سلسلة تغريدات على تويتر أن الطائرات قادها أفراد من الجيش الروسي رافقتها إلى ليبيا طائرات مقاتلة روسية، فيما يشير إلى مستوى أعلى من التدخل تمارسه موسكو.
وأفادت التغريدات أن الطائرات هبطت أولا في طبرق في شرق ليبيا ثم انتقلت إلى الجفرة في وسط ليبيا وهي معقل للجيش الوطني، وأضافت أن 14 طائرة مقاتلة روسية أخفيت معالمها وصلت إلى الجفرة. ويوم الثلاثاء قالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا إن روسيا أرسلت طائرات مقاتلة إلى ليبيا عبر سوريا لدعم مرتزقة الروس يقاتلون إلى جانب الجيش الوطني الليبي. ذكر التلفزيون الرسمي أن النواب الإيرانيين انتخبوا اليوم الخميس القائد السابق للقوات الجوية بالحرس الثوري محمد باقر رئيسا للبرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون وذلك لمدة عام. وقال التلفزيون إن 230 نائبا من أصل 264 صوتوا لصالح باقر الذي أكسبه سجله كمقاتل في حرب 8 سنوات مع العراق في الثمانينيات وقائد للشرطة الوطنية أكسبه حظوة لدى الزعيم الأعلى آية الله علي خاميني وعزز فرصه في أن يصبح رئيسا للبرلمان. ولم يحالف باقري الذي سبق له أن تولى رئاسة بلدية طهران الحظ في الفوز في سباقين لانتخابات الرئاسة وأجبر على التخلي عن الترشح لثالث تجنبا لتفتيت أصوات المحافظين وأحيا طموحات سياسية بالترشح لرئاسة البرلمان. تبنى البرلمان الصيني اليوم الخميس قرارا للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ، يخشى نشطاء الديمقراطية في المدينة والدول الغربية من أن يقوض الحريات التي تتمتع بها ويفسد دورها كمركز مالي عالمي. وقال رئيس الوزراء الصيني لي كاشيانغ إن قانون الأمن القومي سيكون مفيد لاستقرار هونغ كونغ ورخائها على المدى البعيد، وستظل صيغة بلد واحد ونظامان سياسة وطنية. وقال خلال مؤتمر صحفي إن الصراع بين الصين والولايات المتحدة سيضر الجانبين اللذين يسعيان لجني ثمار التعاون. وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة، لكن الخطة التي أعلنت في بكين الأسبوع الماضي أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونغ كونغ منذ شهور. وقعت اشتباكات بين مسلحي حركة طالبان وقوات الأمن في أفغانستان في اليوم التالي لانتهاء وقف إطلاق النار استمر 3 أيام، لكن المسؤولون الأفغان قالوا إنها حوادث بسيطة وأن استمرار الهدنة لا يزال ممكنا. ولم ترد طالبان على مناشدات الحكومة بتمديد وقف إطلاق النار الذي أعلن بمناسبة عيد الفطر. وقالت المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان هاجم الطالبان نقاط تفتيش في منطقة ساجراد بإقليم باروان بوسط البلاد في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وأضافت أن 7 من قوات الأمن الأفغانية قتلوا في الوقت نفسه. قالت المتحدثة باسم طالبان ذبح الله مجاهد إن الحكومة شنت ضربات جوية في إقليم زابل جنوب البلاد رغم عدم قيام مقاتلي الحركة بأي هجمات. قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 90 مهاجرا على الأقل كانوا أعيدوا إلى ليبيا بعد إنقاذهم من عرض البحر المتوسط لدى محاولاتهم العبور إلى أوروبا نزلوا في مصراتة يوم الأربعاء بعد أن أمضوا ليلتين على السفينة. وقال فريدريك سودا رئيس مكتب المنظمة في ليبيا إن سفينة تجارية ترفع علم البرتغال أنقذت المهاجرين وأعادتهم إلى ليبيا التي لا تعد مكانا آمنا. وكانت إيطاليا واحد من المقاصد الرئيسية للمهاجرين المغادرين، أعلنت الشهر الماضي أن موانئها غير آمنة بالنسبة للمهاجرين بسبب تفشي وباء كورونا. وقالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الاثنين إن السواحل الليبي أوقفوا نحو 400 مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط خلال اليومين السابقين. اقتصاديا اطمأن وزير الثروة الحيوانية الاتحادية علم الدين بشر على مجمل الأوضاع بولاية النيل الأزرق، خاصة الاستعدادات للموسم الزراعي بما فيها فتح المسارات للرعاة والتحوطات اللازمة لأمراض الحيوان وطوارئ الخريف. وأشاد الوزير علم الدين بشر بالمجهودات المبذولة من قبل حكومة الولاية واللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسيطرة والتحكم في الدخول والخروج للولاية، داعيا لأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا
مبينا أنه تلمس الاهتمام الكبير في التدابير الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها، وناشد الجميع بتكثيف الجهود والعمل بذات الوتيرة للمحافظة على الوضع الصحي الراهن بالولاية. أكد وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس أن التنمية هي التي تؤدي إلى الاستقرار في كافة أرجاء البلاد، وشدد مانيس لدى زيارته منطقة حجير تونو بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور إلى تكاتف الجميع من أجل تعزيز الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وقال إن الحكومة تتعامل بمنهج ولا تعطي وعودا جوفة، مطالبا أهالي حجير تونو بالسعي لموسم زراعي ناجح وأن تتضاعف الزراعة على أقل تقدير 5 مرات كما تضاعفت المرتبات، ودعا المواطنين إلى تحمل المسؤولية وبسط هيبة الدولة لإنهاء موجبات التقدم المطلوبة. دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي إلى ضرورة حوسبة الجهاز المالي والإداري لتحقيق الشفافية ورفع الكفاءة ومنع الفساد، بالإضافة إلى إنجاز الملفات الإدارية بالصورة المثلى. وأكد التعايشي لدى لقائه المديرين العامين بالوزارات والمديرين التنفيذيين بولاية شرق دارفور إلى أهمية النظام المحوسب في سرعة الاتصال وتبادل المعلومات المتصلة باتخاذ القرارات الإدارية، مضيفا أن هنالك فرصا متاحة للتدريب على نظام الحوسبة بمركز تطوير الإدارة، معلنا تكلفة أو تكفله بتدريب 9 كوادر بمركز تطوير الإدارة. وقال إن التنمية والعدالة والمساواة في توزيع الموارد لا تتحقق إلا بالعلم والمعرفة. جدد مسؤول بارز في الاتحاد السوداني لكرة القدم، هذا في نشرتنا الرياضية، جدد التمسك وتمسك الاتحاد باستضافة وتنظيم البطولات الإقليمية التي رشح السودان لاستضافتها. وقال الفاتح باني رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد إنهم محتفظون بأحقية تنظيم بطولة سيكابا للشباب تحت 20 سنة والبطولة الرئيسية للمنتخبات الكبرى، وكشف عن أنه تم تكليف الاتحاد السوداني بكرة القدم بذلك، مبينا أنها ستظل مسؤولية الاتحاد السوداني إلى حين الموعد الرسمي من قبل اتحاد سيكافا بعد ظروف وباء كورونا وعودة النشاط الرياضي. ختاما لجولتنا في السودان هذا المساء من قناة الشروق، هذا تذكير بالعناوين: هجوم لميليشيات إثيوبية في منطقة بركة بالقضارف واستشهاد قائد القوة السودانية. وزراء المالية والعدل يؤكدان ضرورة إزالة السودان من قائمة الإرهاب. السفارة السودانية بالقاهرة تجتمع بشركات الطيران والباصات السفرية لتفويج العالقين. ختاما نشكر لكم المتابعة، وبوعيك ساهم في الحد من انتشار كوفيد-19، وأبقى في البيت. حتى الملتقى بكم، إلى اللقاء وفي أمان الله.